سمير تونزي المدير المنسق العام للمهرجان الدولي للسينما والأدب اللي غيكون ما بين 25 و 31 أكتوبر 2019 بأسفي. هو مهرجان في حقه اللي غادي يعرف أولا بالنسبة لجنة التحكيم ديالو غيكون فيها واحد مجموعة ديال الأسماء دولية على رأسهم جون بيير كالفون اللي هو كوميدي ممثل سينمائي مغني كذلك فرنسي، وغادي يعرف مجموعة من الأسماء أخرى كأوديروس اللي هو منتج عالمي واللي هو من لوكسمبورغ، غادي يعرف كذلك أسماء أخرى من الكاميرون من المغرب كذلك كناشرة اللي هي ليلى الشاوني بهاء طرابلسي كروائية، وكذلك المخرج المغربي عبد القادر القطاع. فحقاش نبغي نقول الناس اسفي، انا من الناس اللي سنوات كثيره فحقاش اشتغلت في السينما باعتبار النادي السينمائي كذلك، وكنقول ان الناس اسفي يعني كان ديما واحد الناس اللي مولعين بالسينما، ولكن مع الاسف تحرمنا منها سنوات، ولكن بقات واحد المبادرات مرة ديال النادي السينمائي الأندية السينمائية اللي كتعرض، لأنه ملي كتغلقوا القاعات كتولي عندك من صعوبة بمكان باش تقدر تكون عندك النادي السينمائي. اللي كنقولوا أنه كنتمنوا كمنظمين لهذا المهرجان هذا اللي هو المهرجان الدولي للسينما والأدب ديال من 15 إلى 31 أكتوبر، كنتمنوا أنه نقدروا نلبي واحد الرغبة ديال واحد مجموعة الناس اللي يمكن بغي يعيشوا الزمن الجميل اللي هو كان ديال السينما، والناس كيمشوا للسينما في أسفي لا غير مختلف القاعات السينمائية، وكذلك نخلقوا شي حاجة جديدة بالنسبة لواحد مجموعة الشباب وأطفال علاش لا اللي هما ما عرفوا السينما في أسفي. بالنسبة للأفلام الدولية، الطابع الدولي في حقه لأن الأفلام المختارة في المسابقة الرسمية للأفلام اللي غتكون طويلة والأفلام قصيرة باستثناء تقريبا جوج الأفلام أو ثلاثة اللي هي وطنية اللي هي مغربية، الأفلام الأخرى كلها كاين اللي من أوروبا كاين اللي من إفريقيا، وغادي تكون أفلام اللي غادي تعرض الإطار الدولي هو أنها الطابع اللي كيجمع كلها هي أنها أفلام مأخوذة من روايات ومن قصص، وطبعا باش يمكن يكون الموضوع اللي هو الأدب اللي هو السينما والأدب. أنا الرسالة ديالي الوحيدة هو نتمنى أن الناس ديال أسفي يرجعوا لهذاك العشق والحب ديالهم والعلاقة ديالهم المتينة بالسينما، لأن أنا جيت لأسفي في 1975 لقيت فيه ديجا نادي سينمائي في النادي البحري هذاك الوقت كان كيديروا الرباع اللي يذكروا بخير، ومن ثم تنشأت أندية أخرى في مدينة أسفي، ولكن هذه السنوات الأخيرة ما بقاش حس ديال السينما، القاعات السينمائية سدوا، المهرجان اللي كان كيدار في أسفي السينما الفرنكوفونية وقف لأسباب متعددة، دونك حنا كنحاولوا نعاودوا نحيوا شوية الثقافة السينمائية في المدينة، ونتمنوا السكان ديالها يمشيوا معنا في هذا الخط، لأن ما كاينش محسن من السينما في التربية والتثقيف والتهيئة ديال الأجيال ديال المستقبل.